طلاب الصف الثالث متوسط الوحدة الثالثة. عندنا هنا موضوع اسمه الشرط الأولي، قاعدة الشرط الأولي. عندنا إف تجي وراها جملة زمن مضارع بسيط، دائما المضارع البسيط فارزة. لاحظ هاي مهم التنقيط، فاعل will أو نفي won't زائدا فعل مصدر وتكملة. هاي القاعدة ممكن هذا الجزء اللي هو will يتقدم على if. ممكن نلاحظ هذا التمرين، you أنت فراغ on your test بامتحانك، if you don't study لو أنت ما تدرس إيش راح يصير بالتست؟ won't do well لن ما راح تجاوب، ما راح تجاوب. لاحظ هذا نفي، won't do well، don't do well هذا مضارع بسيط منفي، هنا مستقبل بسيط منفي. إذا ناخذ هذا حسب القاعدة تمام. if I bake a cake لو أني سويت كيكة نقطة خلصت. have you some هنا أكو فارزة have you some إذن will you هل أنت ليش؟ لأن عندنا مستقبل بسيط، هنا عندنا مضارع بسيط، مستقبل بسيط مضارع بسيط. إذن هنا شو نخلي؟ will you have some يعجبك تتناول شوي، ما يصير نقول do you لأن هذا السؤال بالزمن المضارع البسيط ما نحتاجه. إيش نحتاج؟ نحتاج مستقبل بسيط. هذه القاعدة اللي أخذناها اسمها الشرط الأولي اللي هو if، جملة بالزمن المضارع البسيط، جملة بالزمن المستقبل البسيط، الشرط الأولي. تمام عيني.